esta mano. Te fui al hat trick de Julia Satir para el baile. سنايبر وما سنايبر واشياء اللوز، تعالوا نرجع نشوفه مرة تانية يا شباب. شيء مرتب، يا سلام عليك، شوفوا الاحوال حبايبنا. ثواني ثواني شوف اسم الحاضنة حبايبنا، طولوا بالكم شوي يا بوي. يا سلام عليك يا جميل. اوكي خلينا نشوف اسم الحاضنة حبايبنا. اسم الحاضنة راقصي الاوبرا. وات از ذيس اوبرا؟ شو هذا الاوبرانو يا شباب؟ شو هي الاوبرانو؟ شو هي حبيبي؟ والله ليديز اند جنتلمان حبايبنا الكرام، رجعنا لكم مقطع جديد يا اساطير مثل ما انتم شايفين شباب، عليكم وجايكم بالتسريبات وسبق الاحداث. ليديز اند جنتلمان مثل ما انتم شايفين حبايبنا، اليوم عندنا حاضنه جديده شباب راح تنزل عن قريب. هي الحاضنه الجايه شباب. اوكي سو ليديز اند جنتلمان حبايبنا الكرام، قبل ما نبلش باي شيء احلى ناس لا تنسوا تصلوا على الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام يا حلوين، ولا تنسوا لنا باللايكات، واذا مش مشترك حبيبي انزل تحت اشترك وفعل الدرجه عشان تشوف هيك اشياء اسطوريه دائما كل يوم حبيبي والله. اوكي ليديز اند جنتلمان، طبعا كثير منكم متحمس لندخل ونشوف الكل سكنات عن قريب ونشوف كم كل سكين كم بده وكم ما بده. اوكي يلا نعمل هيك معلم، جاهزين؟ يو جاهزين اكيد. ادخل عندنا هذا شاب اول واحد، حزمه الاغلى شيء هي. اوكي الـ هي ما اعرف فيها افكت بس هيك من ظهر شباب، عن جد شيء لوز اللوز شيء اسطوري. اوكي عندنا هي طبعا، عندنا هذا القناع الجاكيت تبعهم والحذاء. قولي مو الحذاء، البنطال. والله شباب الصراحه البنطال كثير حلو، البناطيل هالحاضنه حلوات. هي اول بنطال عجبني. بالنسبه للحذاء، الحذاء كمان مش من الاحذيه الكبيره كمان، يعني ممكن ندمجها مع اي شيء. الشعر قولي الشعر طالع حلو بعد كل خمس معلم حبيبي والله. هذا هو الشعر شباب مثل ما انتم شايفين، عندنا هون القناع، القناع تبعهم شي لوز اللوز برو. اوكي طبعا راح نشوف لازم نشوف للبنت كمان، ذكروني نشوف للبنت كمان حبايبنا. اوكي هل حضنات شباب، الشيء اللي عجبني هالحضنات شباب انه كل يعني كل لبسه بتصير للشاب ولا البنت، لكن متاكد يعني بتصير للبنت ولا لا، ذكروني. اوكي يلا خلينا بلا زنسة. اوكي بالنسبه للحزمه الثانيه شباب، عندنا هون لازمها 5 متر كل مره، 5 2 هذا هو نفس الشيء. عندنا هون شو اسمه الجاكيت البنطال، الصراحه شباب بناطيل اسطوريين شباب، يشبهوا بناطيل الجاز صراحه يعني. الحذاء، حذاء كمان شيء مرتب، الشعر لون ازرق، القناع كمان يا بوي. اوكي عندنا اللي بعده شباب حبايبي ليديز اند جنتلمان، ليديز اند وقف بلشت اتخربط شباب بكثر ماني متحمس، طولوا بالكم. عندنا الجاكيت معلم يا بوي، البنطال كمان بنطال حلو صراحه، كل بنطال لقى الحاضنه عن جد يعني شيء مرتب. الحذاء لون حلو، الشعر اورنج شي مرتب، والقناع يا بوي. اوكي جايز، اوكي حبايبنا الكرام بالنسبه للاخر اخر شيء تمام، هذا باين عليه شباب، صدقوني شباب ساخركم شيء احلى بنطال بهالحضنه، هذا البنطال سبحان الله شباب، يعني سبحان الله يعني ما بعرف ليش بحس دائما اخر يعني ارقص لبسي تحس احسها دائما مميزه كذا، ما بعرف ليش بس هيك. طبعا هي شباب هي كمان هي شكلها حلو يعني نو كومنت حبيبي والله. عندنا هذا الجاكيت شباب، طبعا الجاكيت ما بعرف نشوف مع بعض هلا بعد شوي. الحذاء، حذاء حلو مرتب، الشعر شعر اسود شباب، هذا الشعر راح يكون يعني مميز اكثر، مرغوب اكثر يعني حبايبنا الكرام. اوكي خلينا ندخل نشوف شخصيه بنت شباب، نشوف اللبس كيف يكون حاجة على شخصيه بنت. خلينا ناخذ ممكن نرجع الشخصية لاكي رويال برو يا بوي. اوكي هاي بالنسبة للبنات. اوكي يعني شباب يختلف السكين كله على بعضه الصراحة، ما انتم شايفين يعني بالنسبة للبنات حلو حلو حلو، الحذاء طالع حلو كمان هيك بشكل تغير، البنطال كمان بنطال والله. شايف شباب الصراحة البنات طالع أحلى، مو قصة إنه يعني أدخلوا عليكم خروف ما خروف، بس والله شايف على البنات طالع مش شيء مرتب. عندنا هون الجاكيت، الشعر لوز، القناع حلو. هاي شوف الثاني حبايبنا، تمام الجاكيت والبنطال والحذاء والشعرات له وقناعه له حبيبي والله. اللبس الثالثه
الجاكيت حلو، بنطال كمان، وال طبعا شحابنا تعرفوا يعني لازم افرجيكم كل شيء شباب، يعني مرات ما بقى مرات بنسى افرجيكم بكل الحاضرات اللي فاتت ما افرجيكم، بس ولكن لازم افرجيكم بيناتو شباب حبيبنا والله. لوز اوكي بنسى لاخر شيء شباب، طبعا هذا طبعا الشباب بنات، لانه اغلب الشباب لعبوا شخصيه بنات واغلب البنات لعبوا شخصيه شباب. اوكي لوز لوز العزاء طالع حلو، لا الصراحه شباب الحاضنه حلوه، بس ولكن الشيء ما عجبني فيها شباب الحاضنه الاقناع شويه، الاقناع والله اتس كول. اوكي سوري استنجلت من حبايبنا الكرام، الان حال الوقت الجد والاشياء السيريو. اوكي حبايبنا خلينا ندخل نشحن شويه جواهر ونشوف حظنا، ما بدنا شباب ما بدنا يعني بدنا نشوف نحرق الحاضنه لما تنزل على السيرفر نحرقها بشكل لوز، طبعا هلا حنحاول نحرقها يعني فهمت علي حبيبي والله. اوكي حبايبنا مبدئيا شحنا 2200 جوهر اساطير، راح نشوف حظنا. اوكي هذه الحاضنه ليتس جو، راح نحاول اهم شيء نجيب واحد من السكنات. اوكي حبايبنا عشان نجربكم ولما يجي ينزل بسيرفر مين يا شباب نشحن ونجيب ونشوف الوضع التمانو. يلا بدنا شي قناع، بدنا حجر او شي قناع، بدنا هي احلى قناع معلم، شي لوز هي قناع معلم، هي قناع معلم. ايش علقت؟ يلا علقت كلش سوا شوي صار فيه لاج. يب يب شب يلا نكمل الضرب شباب حبايبنا ليتس جو، احلى قناع يا سلام عليك. يلا ان شاء الله يطلع لنا قناع ثاني معلم، حجر لوز اللوز. اوكي ابلع احلى حجر، ابلع بجات عم يعطونا هون، يلا عندهم هون بجات شباب يعطونهم بجات حبيبي والله. يلا يا حبايبنا الكرام ليتس جو ونشوف الحظ اللوز، وي احلى حجر. يلا روح ابلع بيض، ابلع بيض، ابلع بيض. اوكي طبعا شباب خلينا نهدي شوي، عندنا هون اربع احجار وقناعين. اوكي يعني هيك امننا هذا بشكل رسمي، يعني امننا هذا حبايبنا امننا. شو اهم شيء مثل ما قلت لكم شباب نشوف حظنا يعني نجيب نجيب ليتس جو. روح يا جيمي روح ابلع، يلا ان شاء الله قناع وحجر، بيض بيض بيض، هاي احلى حجر، هاي صار عندنا حجر شباب، هاي صار الحقيقه شباب امننا الثاني شي لوز اللوز، شي مرتب شي لوز اللوز، امننا هذا الثاني شي مرتب حلو. اوكي حبايبنا تك 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 تك، كم باقي عندنا هون باقي نقدر نضرب كمان، نضرب اي لفه. اوكي نفتح هذا، بس والله طلعوا لي هذول الاشياء هذول شباب، نروح نفتحهم ثواني اصير نروح نفتحهم حبايبنا. فعل الخزنه نعمل صناديق، شوف عندنا صناديق هذول نفتحهم كلياتهم نشوف شو راح يطلع لنا حبيبي والله معلم. لوز اللوز ام 4 ام 4 ما في شيء دايم، لازم شباب لازم ابلع حبيبي والله، حبيبي والله ابلع. هذا شوف يعني معلم حلو والله، حصلت على اشياء لوز ما كان عندنا اياها هنا. هات يا شباب بنت حلو 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 حلو، شيء مرتب شباب، شيء مرتب شيء مرتب شيء مرتب لوز حبيبي والله. ظبط السكين للبنت يعني معلم حبيبي. اوكي اي والله عندنا هي حلو 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 حلو. اوكي ليتس اند جنتلمان خلينا نرجع للحاضنه حبايبنا ونشوف شو الاوضاع موجوده هون عندنا. اوكي يا ستير حبايبنا الكرام ليتس جو، هون شحنت شباب كمان 2200 جوهر يا صديقي، نشوف حظنا ليتس جو. ما في قناع، بدنا قناع وحجر معلم، هي احلى قناع، هي احلى قناع لوز اللوز. لا شباب بدنا احجار، الله يخليك معلم، لا تعطيني اقنعة معلم، ما بدي اقنعة، بدي حجر. ولك هات حجر، ما بيعطونا حجر يا اساطير، حجر. ولك حجر يا معلم، حجر حجر، ما في حجر، هي حجر. حجر ثاني حجي. حجر ثاني ما في حجر شباب، ما في حجر شباب، حبينا نجيب هذا الاغلى واحد يا اساطير. ايه تمام ايه تمام شباب، باقينا حجر واحد، باقينا حجر واحد حبايبنا. خلينا نجرب مش حنعيش 1000 جوهره لنشوف الوضع كيف راح يكون، طولوا بالكم حبايبنا. ايه تمام شباب، على اساس انا قلت يعني انه ما بدي يعني ما بدي اشحن كثير، حبيت اشحن بس 1000 بس، ولكن شباب ما يصير لازم لعيونكم لعيونكم طولوا بالك. ايه تمام اوكي شباب، هيك صار معنا 1000 جوهر، ان شاء الله يطلع لنا حجر، ان شاء الله يا رب حجر. حجر بنيس، بنيس حجر. يا اخي ما بعرف شو بدي اعمل بالقناع، خلص يا اخي ما بدي اقنع، بدي حجر. ولك حجر. يا اخي والله هذا منقلق هذا. واخيرا الحجر. يسعد دينك، واخيرا احلى حجر يا ستير. اوكي شباب. هي ندخل نجيب اغلى واحد شباب عشان نقدر، لانه هذا شباب فيه افكت اسطوري يا شباب، يعني لازم نجربه. لازم نجرب هذا شباب، وبعدين التانيين نشوف لما ينزل الحدث بسيرفر مينا. اوكي يا خلينا نعمل تزويد طبعا، هيك بكون
يا سلام عليك يا سلام عليك صراحة شباب، خلينا ندخل نجربه. بالنسبة لشخصية البيت خلينا نجربه لشخصية الشاب شباب، صراحة الحاضنة شاب عجبتني. شيل وزلوس تمام، روح ادخل يا معلم، ادخل يا جميل، روح. اوكي هذا هو الحاضنة شاب. طبعا هنا اعتقد فيها نقدر نخفي، طبعا بس نتأكد من الشيشة شاب بشكل سريع قبل ما نعمل أي شيء. ندخل على الخزنة شوف الميزة اللي موجودة فيها شباب. نقدر نخفي الحقيبة يا شباب، حلو خلينا نخفيها. يلا روح خلينا نخفي الحقيبة يا شباب ونشوف الوضع كيف راح يكون. والله هلا الأعلام عم يطلع شباب من ورا، هي أسطوري. بس أنا مو عجب عجب، هل يا ترى كل ما يطلع علم واحد مثلا يدل إنه ليفل واحد من الحقيبة؟ نجرب، حطينا ليفل 3 مثلا شو بيعطينا؟ هي بتطلع صحيح. أوكي كل ما عم تطلع خلينا نمشي شوي. طلعت، شوفوا العلم معلم شي. يو 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 برو، يو 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 ماي فريند، ايه تمانو سوري معلم. ناخذ سنايبر تاني ولا خلينا ناخذ شوتجن؟ معنا شوتجن هون، ناخذ شوتجن شباب نشوف الوضع، نبربرهم بالصبحيات هالحجي. تعالوا عم بربرهم شباب بالسكن الجديد، ايه تمانو. يب بوي يب 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 يب. يلا روح يا جميل. بربر فيهم شوي. ايه ايه معلم ماشي شي معلم 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 طول بقى 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 طول شباب عندي هون بينج يطلع كتير يا الله. شوف في موجود، اعطوني فلاش يا الله. ابلع ابلع اي يا اخي، انا بلعب معك وان تاب يا اخي، انا بلعب معك وان تاب. لا طولوا لكم شباب، نسيت شغله، لازم نروح نجرب سكين الشاب. دوري وات از ذيس معلم، هاي شنو التمانو؟ تعال على الشخصيه معلم، هات الشخصيه شو نحط معلم. يب كلا خنز معلم، كلا خنز ليديز اند جنتلمان. اتا تعال هون نخفي الهي مخفاي معلم، شي اسطوري. الله ندخل حبايبنا، تعرفوا شو خلينا ندخل جيم رانكت شباب هيك بشكل سريع نشوف الوضع. طبعا ما دخلت رانكت، دخلت تدريب بس. يلا غير تدريب تدريب، لا 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 رانكت شوي يا زلمه، تركنا في ندخل تدريب وجربوا بالتدريب شباب. يلا ليتس جو حبيبي والله معلم. حاضر نسيت اسم الحاضر شباب، بس والله يعني ثواني هات نشوف. لا بالشاب شباب عن جد يبين السكين اكثر واكثر. تعال ناخذ لهم سنايبر شباب، ناخذ لهم سنايبر شباب، نبربرهم نبربرهم بالسنايبر هذا تبعنا. تعال هون ابلع الله بيولا. يلا روح خربان يا خربان معلم، روح روح يا جميل روح. عندنا كم طلقه هون بالسنايبر هذا؟ 6 طلقات تمام. اوكي شباب العلمي مثل ما انتم شايفين السكين الحاضنه الجديده اللي راح تنزل قريبا ببضع ايام الجاي يا ستير. ايه تمانو يا وسيخ، اقسم بالله معلم شو هذا؟ جابني يمكن هاي الوحده عشان معلم وال يا الله بالله يا زلمه شو عم يصير هذا؟ اقسم بالله ماني تاكل لا ولاك حيوان. يا سلام على السنايبر، ابلع ولا ابلع ابلع ابلع. يلا على اللوبي على اللوبي على اللوبي على اللوبي على اللوبي بالحضر يا معلم، على اللوبي على اللوبي على اللوبي. ابلع يلا 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 على اللوبي على اللوبي. سنايبر ولاد ملك السنايبر غصب عن كل ولاد حبيبي والله. ابلع ولا ايه وراي يا حجي وراي وراي. عليكم قدام يا لوبي. يا سلام عليكم يا سلام عليكم شباب الحاضر الجديد. ايه تمام شو كيف يطلع الظهر معلم؟ شوف الظهر كيف يتعبى يتعبى شوي شوي بعدين يطلع هذا. اوكي سو يا شباب خلينا نشوف شو بنقدر نجيب من الحاضنه، شو عندنا سكنات بالداخل.
شو نقدر ندمج فيهم شباب. هات نشوف عندنا هاي تبعت كلا نو عندنا هاي عندي هاي تبعت ماشي هاي تبعت الحاضنة القديمة. بس والله شباب شباب الصراحة شوفوا لي ركزوا لي على الحذاء ركزوا لي على الحذاء شباب ركزوا لي على الحذاء شيء أسطوري والله. عندي هون سكنات حلوة هو اللي تبعت الجاكيتة عندي هاي والله شباب يعني بصراحة ايش مرتب شوفوا معي حلو كتير حلو يعني بالحذاء شباب. بالنسبة للحذاء ايش مرتب عليه هذا شوف شو في عندنا هون من اقنعة ما اقنعة. طبعا اذا شلنا الغناء هذا تبعه وحطينا له شيء تاني مثلا حط له هذا لا لا الصراحة شباب حاضنة باللوز 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 اللوز معلم. اوكي ليتز اند جنتلمان حبايبنا الكرام هيك بكون انتهى مقطعنا اليوم يا اساطير. حبايبنا شيء كثير مهم شباب رح ننزل لكم مقطع اسطوري ان شاء الله على قناتنا تاني شباب جيم روم عملنا بين الكلانين الكلان الليدر ستيت تبعت الشباب والكلان الليدر تبعت البنات عملنا روم اسطوري يا شباب. انتظروا المقطع شباب على قناتنا التانية يا اساطير اليكو جيمنج حاحط لكم رابط تحت بالوصف تمام. ولا تنسوا تتابعونا شباب على الانستغرام حبايبنا الكرام. وهيك بكون انتهى مقطعنا اليوم يا اساطير ان شاء الله عجبكم المقطع انتظروا مقاطع جديده يا حبايبنا. اشوفكم على خير سلام عليكم.